خلال هذا المؤتمر طبعا يكتسب الطبيب المهارات، يكتسب الخبرات، ولدينا العديد من الخبرات والمهارات المتميزة في أطبائنا، وخاصة في هذه الأزمة التي عصفت في الوطن والتي كان لها لزملائنا الأطباء الذين بقوا متشبثين في أرضهم الدور الكبير في تقديم الخدمات الطبية المتميزة لكافة أبناء الوطن، وخاصة في معالجة الإصابات الناجمة عن الأعمال الحربية والتي أدت إلى كثير من الإعاقات والإصابات الجسدية. وكان زملائنا الأطباء الجراحين بكافة الاختصاصات وخاصة بالجراحة العظمية والجراحة العصبية والجراحة العامة الدور الكبير في تدبير هذه الإصابات وإعادة البسمة والأمل للمصابين من أبناء الوطن. هذه الندوة تساهم في تبادل الخبرات بين مختلف الأطباء، وأيضا تساهم في رفع السوية الطبية والعلمية والتعليمية للأطباء، وأيضا ترسل رسالة بأن هذا القطر الصامد المعطاء الذي صبر في هذه الحرب الكونية تشن عليه استعاد عافيته، وهو ينطلق لإعادة البناء بقدرات كبيرة، وهو من خلال هذه المؤتمرات الحقيقة نرسل رسالة تحدي بأن هذا الشعب الصابر قد انتفض مجددا وأصر على متابعة الطريق والمضي في مسيرة إعادة الإعمار. حاليا في عندنا محاور متعددة نأخذها في تتناول هذا المؤتمر، محاور متعددة في الجراحة العصبية كل اختصاصاتها، وخاصة جراحة الدماغ والعمود الفقري والأعصاب المحيطية. عم نحاول ما أمكن خلال المؤتمرات نقدم آخر ما توصل إليه الأبحاث والتقنيات الحديثة في الجراحة العصبية، وخاصة لطلاب الاختصاص المقيمين، طلابنا في الدراسة العليا في كل المحافظات. هي أنا تصوري يعني هدف المؤتمر هذا كتير حافز لهم يعني يعرفوا وين وصلت الجراحة العصبية. مؤتمر الجراحة العصبية، والحقيقة الجراحة العصبية تطورت بالسنوات الأخيرة في سوريا وأصبحت من الجراحات المتميزة. أكثر من 90-95% من الجراحات المعقدة تجري في سوريا وعلى يد خبراء بهذا الاختصاص، وتقريبا بكلفة شبه مجانية.